سلام عليكم حماشي بع صباح الخير ما يستوي له سلام عليكم ليش اسوي البيت تحت ممزور ولا روم ابوكم حتى احترج شوف ما شاء الله على مهر طالعها ما تقول انا موجود حب هاي لك اللي قبل غرب الله تم يوم انا موجود يشتغلون هذا حين اللي نحط للزراعه مبيد فطري هذا مبيد فطري ينرش تحت الزراعه على فكره هذا المبيد فطري ينرش تحت كل الزرع لان هذا وقت الفطريات شهر 7 وشهر 8 شهر 7 وشهر 8 وقت فطريات اللي في الارض ما باللي تظهر فوق لا اللي تحت في التربه هذا وقت الفطريات اللي في التربه هذا شيء وايد ضروري رش المبيد هذا مبيد فطري ينرش في الارض مثل الطحين هو ينخلط ويا التراب انا حالي بصور ما بي وحيد الحين انا فوق متى بنزل شغله بعدين انا روحي شغله البارحه يا الله يحفظكم كان يوم الله ويوني جماعه من الباطنه محملين ما شاء الله بكل خيرات الله بكل خير من بلاد الخير من بلاد المحبه من بلاد عيال عمنا وانسابنا وعيال خوالنا وهلنا ويراننا جيران المسره اسمحوا لي يا جيران المسره ان شاء الله اني بصور لكم شو البارحه كان الموضوع شو اللي ميوب من الهدايا الفنانه قصدي بصور انا مصورين البارحه لكن بحيث انه كان يوم الله فنزلت الفيديو صورته بنزل لكم يا حينه ان شاء الله الله وبركاته اليوم الله يحفظكم اليوم يوم الاربعاء اليوم مثل ما تعرفون كان يوم الله وكان يوم الله واليوم ريكي صديق صاحب من مدة طويلة سلام عليك سلام ورحمة الله أبو محمد شحاك خوي خي الله يسلمك كيف أنت طيب الله والله مليون مرحبا مليون مرحبا همبة صحم هذا الهمبة كل إنتاج صحم من كل قطرة مغنية شيء عماني وشيء خارجي المهم كل من خيلهم من مكانهم تبارك الرحمن يعني أنا هالشيء المكود اللي ما شيء كثرة هذا الشيء المكود اللي ما شيء كثرة مو وين جاي جاي الله يحفظكم من الأخ عايض لمناديك كلها خلي تشوفونها عايض عنده مصنع للحلوى مصنع مميز ويا من كل شيء يا مطرش هاي الله يحفظكم صوغة عايض للمعاريس وياي الله يحفظكم هاي الحلوى يا مرحبا شكرا على اللي جايبين هذا كله وهذا الله يرحبك على فرح هذا طال عمركم الحلوى الهمبة من البطايق بطاقة العرس نعم نعم وهذا نعم شيء على فكرة كان شيء وايد أفرحني نعم إنك سويت هالحركة شيء جميل وايد ولا كل اللي تباه الحلوة اللي عندكم شو عايض والله طال عمرك عندنا كثير حلوة يعني أنواع لكن إحنا جبنا لك يعني أربعة أنواع من أربعة طوس وحجم بو ثلاث وحجم بو هنتين وهاي نفس الشيء نعم. حجم بو ثلاث وحجم بو هنتين وحجم بو أربع فيها فرق عن كل مصنع ترتيبهم الله يحفظكم يجيب صناديق اللي عنده فرح عرس ولا شياته هذا نحن هم خذوا اللوجو العرس انزين هذه حلوة العسل حلاوة العسل هي. يعني هي حينة ما بحلوة العسل لا هي شاي مع الناس واللون اللي تحبه بعد قريب باللون اللي انت بارك الله فيك اللي تحبه محمد جزاك الله خير يا حبيبي جزاك الله خير وفي عندهم احجام حجم مثلا جايبين اللي قبلنا كسنبل ويازلي يازلي والمصنع اسمه مصنع مزون للحلوى العمانيه ترتيبهم كيف نعم الحلوى الصفراء والحلوى السوداء والحلوى الحمراء والحلوى البيضاء هذه متعارف عليها منذ الازل انزين لكن خاص سموها حلوى العسل لكن احنا جانا التعليمات نعم انكم لا تسموه نعم. يعني حلوى انزين فقط اللي هي الحلوى اللي تسموها ثلاث اربع كان حلاوه اي شيء زيت دخيل زيت الزيتون دخيل كلها سمى حلاوه عسب ما يخترب العرج الاصلي نعم أيوة. نعم نعم عن ذلك سمى حلاوه ايوه حلاوه التين حلاوه الحليب أيوة. حلاوه السمسم حلاوه اللبن ايوه هاي الحلوى الابيض هي نعم. ما يتغير خلاص ما يتغير ممنوع نعم. زين وهذه وهذا طال عمرك الاسود ايوه احنا مسمينه باسم ال ايوه وهذا طال عمرك حلاوه التين هاي حلاوه التين هي نعم زين وهذه طال عمرك الحلوى الابيض
المصنع مالنا مازون الاسود. ايوه هي نعم. هاي من شو هذه؟ طال عمرك من السكر الاسمر. اها ايوه هي نعم من السكر الاسمر وضايف فيها شوي دبس. ايوه هي نعم. هاي حلوتكم انتم؟ حد يخدم شراكه؟ والله طال عمرك كثير. نعم لكن احنا مميزين. مميزين نعم نعم صدق والله. ونعمل قرار ترى اقول لك هذا من هذه هذه حينه حلاوه العسل. العسل نعم. اي عسل عاده؟ عسل سدر طال عمرك. ايش ما يعني ما نضيف هالحلوة اضافات ثانيه اللي هي مثل ما تقول لي زعفرانكم. الزعفران الاصلي، الهال الاصلي، كله مش شيء طيب. كله مش شيء طيب يعني ما يعني ما شغل اصباغ ما اصباغ ما ما ما, ما استخدم في شغله يعني. جزاكم الله خير. وهذه نفس الشيء لكن هذه تختلف 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 بس الا من من العبوات. هي نعم العبوات نعم. في بعد اشكال ثانيه عندنا. اشكال ثانيه فهذه الاشكال متميزه يعني عندنا يعني واللي يبى يتصل على رقمكم هذا. اي نعم هذا رقم يتصل على رقمكم هذا نعم ويطلب اللي هو يبى. مثلا ابغي من الحلوه الفلانيه ولا الحلوه الفلانيه ولا الحلوه الفلانيه. نعم نعم الرقم نعم. هذا حد متواجد عليه واتساب واتصال. هي نعم واتساب واتصال. ايوه حد متواجد عليه نعم. يعني تبون مثلا تبون بصنادي يبون بصناديج ولا بدون صنادي يعني اتوقع هذا للسفر يكون جميل. هذا للسفر جميل. وثاني شيء بالنسبه لهذا الصناديق يعني خبرنا قبل بفتره. ايوه يعني هذا تصنع يعني خصيصا. هي خصيصا نعم. فتوفر عندنا بعد صناديق ثانيه انواع. هي انواع صناديق ثانيه من المخمل يعني حاله انه حط طلب يعني. لكن الديزاينات موجوده عندكم. موجوده نعم. واللي يبى يكلمكم نعم تقول له عن طريق الواتساب. الواتساب نعم. توصيل توصلون لين نعم. اي مكان نعم. السعوديه نوصل نعم. الرياض نوصل نعم. الدمام، الكويت، البحرين نوصل نوصل طبعا. هذه الدول طبعا نوصل يعني ما كميات بسيطه طبعا تعرف. هي 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 اكيد 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 لان بتصير سياره. سياره اللي بيطلب بيطلب مناسبات كبيره. فعلا فعلا فعلا. هذا عمر طال عمرك يا ابو محمد. لكن عبلتوا على عماركم يا ابوي عايض على الله يحفظك. ما خليتوا شيء ما شاء الله ما جبتوا صناديق الدنيا اللي همبه صحمن اول مره طعمه. لا ان شاء الله بيكون طيب. هل صحم كلهم؟ هل عمان كلهم طيبين؟ جزاك الله خير. هل عمان كلهم طيبين على الله يحفظهم؟ طال عمرك. على الله يبارك فيكم يا عايض يطول بعمرك يطرح فيكم البركه ويخليكم ان شاء الله. امين امين. مشكورين على هالمشاركه الجميله لكن وايد ما خليتوا شيء ما يبتوا. ما خليتوا شيء. شيء صناديق وشيء قفاصه وشيء كراتين. استاهلت الخير يا ابو محمد استاهلت الخير الله يسلمك. ار انت بقى ار ار الله اخذ صندوق وانا ماشي. دل ما قال هذا لا هذا الحين برسلان؟ اي نعم برسلان. كله برسلان نعم. كل هذا برسلان. اي برسلان نعم. شيء احجام؟ لا هذا حجم واحد. كم وزنه هذا حينه؟ هذا طال عمرك كيلو وحوالي 200 جرام. ايوه. ايه وهذا سايز نص كيلو نقول عنه. هذا نص كيلو. اي نعم. وهذا كيلو 200 جرام. عندي اساميها مره واحده الله يرحمها. هذا طال عمرك حلاوه العسل. ايوه. وهذا حلاوه التين، وهذا الحلوى الابيض، وهذا حلوى الاسود. ايوه نعم. اللي هو بالسكر البني والدبس. اي نعم. وفي بعد ابو محمد نقدر نسوي حلوى بدون سكر فقط بالدبس. كيف؟ وتغدي غاويه؟ مره رقم واحد. وسعرها نفس هذيل لو اغلى؟ شوي اغلى. يعني. لان هذا بدون سكر ابدا. سبحان الله. اي نعم دبس. وطعمها يغدي فنان؟ فنان ولا شيء احسن منه. واغمي. نعم نعم نعم. مشكورين يا عايد. مشكورين يا خليل محمد والله يتمم عليكم ان شاء الله. امين ويحفظكم. مشكورين ابوكم اكرام ويوادي هالعمان تربط بيني وبينك صداقه قديمه. نعم يا يحفظك. نعم نعم نعم. يسلم نعم. على صدقاننا ليه في عمان كلهم. يوصل السلام. بيت بيت حاره حاره ولاي ولاية فريج فريج مره لا تخص حد. يوصل السلام. الله يرحم والديك. السلام يرحم والدينا ان شاء الله العذاب. وشو اللي الحين بقى الحين باجات تنتين هاي؟ هذا طال عمرك الحلوى الابيض. زين. هذا الحلوى الابيض. هذا الاسم المتعارف عليه عندكم يعني. اي نعم الحلوى الابيض نعم. هاي حلوى الابيض. اي نعم.
عايض ابوي انا ما مستحيل اخلي شيء في خاطري ضروري اني بطعم منهن كلهن تحول بادي هاي شيء هذه طال عمرك العسل يلا اي نعم انا الله تعب والدايت تفضل ابو محمد افتح الثاني هاي شيء هذا طال عمرك تين حلوة التين حلاوة التين حلاوة التين نعم انا خبرتك عاد ما يستوي نسميها إيه حلوة حلوة إيه لان هذه مثل ما تقول لي خارج عن عن الوصفات العمانية يعني عايض هاي حين شو منهن هذا طال عمرك الحلوة الاسود الحلوة السوداء اي نعم حلوة ايوه هاي اللي هي من مكونات الدبس الدبس والسكر البني البني لكن بتخبرك قبل ما تطعم هذه هذه ليش قوي طعمها فيها طعم ما ورد جميل ولذيذ يعني وايد عيبتني هذه يعني زد عنهن كلهن هذا طال عمرك فيه شيء بسيط ما ورد الجبل الأخضر ودهنتم كيف دهنتكم وايد فيها ريحة دهن طيب يعني الدهنة سويها رواحنا دهن عربي هي نعم دهن عربي ما ناخذ يعني من من من, من هذا اللي في السوق ايوه واحنا نشتغل دهنة والحمد لله رب العالمين دائما كل شغلكم زين فوق عن الزين جزاك الله خير مشكورين يعني. كل بياضوي كل بياض ولا نمونه غير عن الثانيه كل وحده مميز بطعم غير ولذيذ كل لذيذ فوق عن الزين لكن انا شدت انتباهي هذا اقول لكم صباح الخير صباح الخير الحين شو اللحيه يا رب انا احنا نصير بر نيلط هي لاط حلا قوي تريا ومشاهد هذا انا حلقتك الحمد لله هذا خلص شي حلت حلت تعال رامني؟ نعم الله كده مش حالي الضف كده مال مع الاخوان اخوان ليه يعني ما هي سوريين اللي بيعملوا كده على وانت سوري؟ لا مصري سوري زي الحين بنراوي ايش قال حلقة السوريين المصريين الحين بروح الحلاق مالي وروح بتعبى المنك شو رايك؟ يعني ايه بتبع عمك؟ بتعبى المنك بتعبى المنك يعني ايه بقى؟ قولي اوكي اوكي بس بقى على فكرة أنا ما أسوي شيء إلا إذا هو يقول أوكي وقال أوكي قلت أوكي لو ما قلت أوكي قلت أوكي بس مش فاهم يعني إيه بقى عنده لكن قلت أوكي قلت أوكي بارك الله بس هذا هو قال أوكي وهذا طيب ما وين صباح الخير ولا صباح الخير ولا الله قال مساء الخير الحين اليوم البرنامج على الله يحفظكم حافل من جيلنا في أبو ظبي العاصمة الحبيب الغالي ست البلادين وعقب ابوي المجيل بنشل سامانك شيرنا وبنضويك انت يا دبي اذا الله راد ونبيت الليله اذا الله راد في المزهر وغداي في ابو ظبي يا غير مسايه بيكون في دبي مول بسير اتمشى عيد من الله خير باكل هوايه وبتعشى في دبي مول ياسر بخدي البحر ما تحلي مطعم مودي عيالي فيه وقال لي وايد زين لبناني ما ادري ايش قايل اكلهم يعني مطور او محدد شيء من هالقبيل اليوم بسير عشاي ان شاء الله بيكون فيه اذا الله جعلنا من الحيين ياسر بخدي فالاحداث وايده اليوم والرمسه وايده والعلم والخبر كل شيء بيكون ان شاء الله كل شيء جيد وفنان وزين وبنرمس وياكم عن اشياء وايده اليوم اول الله اذا الله جعلنا من الحيين نحن مخبرينكم العام وصورنا لكم العام ونزلنا لكم العام عن نادرة والعام نادرة متى قابت عقب الإخلاص يوم وقف الإخلاص من البلاد بشرت نادرة السنة بشيركم نادرة مبشرة ويا يوم نوصف الإخلاص هذا جورن تشوفونه وهذا البسر هذا هاي جارينة وهذه بسرة صريح بنقص لكم الهنتين هاي القعامة على ما تشوفون المفروض داخل شيء طعامه واحد اثنين ثلاثة هذه وحدة هذه الجارينة شفتوا وهذه بسرة مقير هذه القعامة مكانها مفروض يكون داخل طعامه شفتوا وتصلح يا الله يحفظكم للي بيسويها سح لكن لازم في بقعتين حافظة مثل العين مثل ليوة غياثي أي منطقة صحراوية حافظة
تصلح تسوى سح طعم ولا أروع منها. والطعم يوم بتقرم بتقرض من البسرة ها يا غير قلم شكر شكر ريج شيء لا صار ولا استوى. اللهم لك الحمد العام طعمنا منها والسنة. هذا شيء مميز وانصح كل إنسان يدور من صرمة نادرة ويفسد منها. Huan Ying Chongguo Jose Huan Ying Chongguo Josi Fan Wen Alian Chuo. Welcome to the UAE. Huan Ying. Huan Ying Lai Fang Alian Chuo. وصلنا وين؟ عند الحلاق. زين وحتعمل ايه؟ مش هعمل حاجه. ليه؟ حالي كده وكويس ومرضي بنفسي. انا راضي كده. لا انت كده فيه فيه فيك شبهه. ليه يا خالد؟ مش حلو. ايه طب اللي فيه شبهه يعني؟ مش فاهم. الدقن. الدقن. طب انا كنت كانت اطول من كده، ده انا مقصرها ومحدفها. اعمل ايه تاني طيب؟ والله ما ادري يا بحس. لا حلو النبي كده خالد. خليها؟ اه. حاضر. عينيا. شو رايكم؟ خليها ولا اشيلها؟ نسوي تصويت. يلا. الله يا ام محسن. تحفة تحفة. دايما انت متعود تحلق لي ده. ربنا يخليك لينا. مش هربيها تاني انا غلطان. ده ربي فيها سنة وبتيجي تحلقها لي في يوم. ايابي. اربي. الله. تحفة. طب نخليها دوبلة في يا ربي. ينبك ينب ضب. او ضب طيب. حرباية. ماشي. شكرين. يا فندم. يا فندم. يا باشا. كرسون طيب. شو طيب؟ شو اسمه؟ نسيت اسمه؟ شو اسمه؟ غلام. غلام. ها نمبر 1؟ نمبر 5. انت يعرف هذا اسم شو؟ مش لازم يعرف. اسم نام. مش عارف منه؟ هذا. لا. هذا محسن. محسن. هي. ما شاء الله. ويهك هنا كيف؟ شوف كيف الطريقة؟ شوف شوف تعال تعال غلام. شوف. حلو صح؟ أيوة. اشوف طرف ثاني تحف. شوف الله عليك ارضي 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 وهني ها مش ارضي وهني ارضي. تعرف يعني الارضي؟ لا اكيد مش عارف يعني الارضي. انا عارف الادويه العليا بس ما اعرفش يعني الارضي. اسوي مساج بسرعه. 1 منت عندك. حلو المساج يا محسن؟ لا مش عارف. ليه اه لا لا والله هذا مساج مال باكستانيين وايد. اي يلا خلص يلا والله العظيم الواد ده لا شيء جميل محسن والله والله العظيم كتفي والله العظيم. لا والله الناس كانت تسوي مساج. طيب مساج الحلاقين باكستانيين والله تي من اخر الدنيا الناس والله عامل استقبال. لا والله حلو. شو رايك؟ تحفة. اوريك دلوقتي يا خلاص؟ اي خلاص يا ابني بس يا حبيبي. دلوقتي بقى زي القمر. نعم. اي والله. قمر بالذات شكلها. يعني شو رايك الحين ولا من ساعة؟ لا طبعا الحين. ومساعة؟ انت رايك ايه؟ من ساعة كان كويس برضه. ده كم وحش. لا والله يا اخي كان حلو. انا بحب الدقن والله. تحب الدقن مسك مش حلو عليك. طيب انا عامل خط كده وانا كنت عاملها دقن كامله يعني. يا كامله يا دقن يا خط. ما انت كامل ما عجبتكش وانا خط عجبك احمد منك. هذا الله يحفظكم تخرج خليفه بن عبد الله بن خليفه المري ابو المر ولد ابو المر. ولد ابو المر بي اللي في لندن امس كان تخرج وليده على الله يحفظه خليفه. هذا اللي اصغر عن المر. بكالوريوس علاقات دوليه مرتبه الشرف
مرتبة الشرف وبكالوريوس وعلاقات دولية من جامعة إسكس في بريطانيا، وهي وحدة من أحسن 20 جامعة في شنتية بريطانيا. ويعلها إن شاء الله مبارك عليك هالتخرج، والله ينفع بك البلاد والعباد، وتكون إن شاء الله من الطلاب والمواطنين البارين في بلدهم مثل ما برك بلادك في دراسك وصلت إلى هالمراتب العليا. إن الله إن شاء الله يسخرك إنك تبر في بلادك وفي والديك وهالبلادك، وتكون إن شاء الله من الناس الصالحين. يعلى الله يحفظك ويبارك فيك ويبارك إن شاء الله لميمك وبوك. الحين طالت أعماركم، أنا بتمسح وبصلي وحطك شيري وبقبض الدرب بدال ما أسير لين المزهر وسلم وعندك ودونك وحطك شاري وبد، بس يا ربي متلبس وزاهب. سيد عليك انت يا عليك انت يا دبي مول، وبتمشى وبعدنا الله خير وبصلي المغرب والعشاء هناك وبتعشى وبنشوف العرب والعرب بتشوفنا وبنسولف بنرمس وبنكسر اليوز بنودي محسن يشوف دبي مول. يا محسن حتشوف دبي مول اللي العالم تدفع ما وراها ودونها عسب بتشوفها. ما انا دفعت بدك اللواء واللواء ما تشذبك خمسة جنيه اللي كانوا ها مهر مهر كل الترتيب اوكي؟ سويت رش مبيد مال تراب تحت؟ امس هذا ماكينة بيه خالبان اليوم سنة زين، وتحت هذا مال فطري؟ هذا شو زين بارك الله فيك. لا ده صغير شوي اكبر شوي اكبر زين؟ خلي عم حسن شيل العصفور بخير. عصفور لا تخاف ولا شيء، يلا عاد حط ايدك كويس. لا محسن قمد ايدك، هو شوف محسن حط ايدك لا من قدام ايدك كده اه ما كيف بقول لك تعال 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 حط ايدك ها شوف لا حط ايدك كده لا مش عند بقه عند رجليه عند كمان افهمني حط ايدك كده ويقمد جنب رجليه جنب رجليه اهو جنب رجليه مش حيعض خسرت هالحس بكيف انا حط ايدك غمض تغمض غمض ما بيعضني لا لا يلا لا ما خليه يعضني واسكت يلا يلا ما يعض عطلك يا ريان يا ريان تعال اللي قلنا لهم ان بنرويهم طريقة استعمال المبيد الفطري في التربة ان شاء الله اذا الله جعلهم الحيين من اي يوم الاحد ان شاء الله. الحين اليوم مرتبش وما الهوي هوي ما هو حالي، لكن اوعدكم ان شاء الله اذا الله راد وجعل في العمر بده ان شاء الله ان يوم الاحد يوم السبت انا اليوم الحين بسير دبي وببات وباكر ان شاء الله يا اني تغديت في العي ولا تغديت في دبي العلم عند الله وبقيل في دبي وبمسي في بقيل في العين وبمسي في العين وبنزف في المعرس ان شاء الله اذا الله جعلنا من الحيين اللي هو ولدي احمد بن خالد بن احمد بن عبد الله الخالدي ان شاء الله وبابات ونهار ثاني بي يوم السبت ان شاء الله اني بي من العين اول الله. يا الله محسن نعم ابعد عن الباب ولا ايش اقفل انا ابعد عن الباب ازاي يعني اقفل الباب ولا اعمل ايه روح اتوماتيك تماتيك لوحده يا الله يا الله خليه يقفل يا كل يا اركب وين نفد عربيت بابا كنت لازم اقفل انا الشنطه بنفسي لوحدها سامحوني بالنسبه للتصوير البارح اللي نزلته انا اليوم تصوير تعبان لاني مصورين التصوير العادي ونزلنا فيها اللي يحطون البرنامج وانه يقطع وعقب ابوي نزلناه على سناب شغله طويله عريضه ابوي ما ينفعك من عقب الله الا السناب تصوير السناب ما شيء شغلته تنزل وتصورها تصور تنزلها ساعة لكن تبادلنا يجي ريال البارح اللي جايبين الحلوة من بلادين من دار لنديرة جايين في يوم الله فكان التصوير ابوي امرجنسي
اليوم آه صلاح بسير دبي ليه انت ما خبرتو؟ هذا خدية بسير دبي حبيبي العمة بالحينة اليوم شيدة حنا عندهم في البيت دق ابوي رن رن حط طيران لين الصبح ها صلاح اليوم رمح طيران رمح رواعي الدمام كلهن ابوي بازرات البيت صبر صلاح باكر انتبهت العين ها هيبتي وياي انا من دبي بسير العين وانت باكر بيجيبونك سيده عندي بيجيبونك باكر عندي زين وبندخل سيدنا حن بنسف في المعرس انا وانت زين وانت ري اخوي بعد خلف ولدي سعيد بن خالد يا الله يا الله يا الله يا الله شو اللي خلاك تنسينه ثانك يو دواركا ثانك يو حبيبتي ثانك يو مساكم الله بالخير وهلا بالصين يبال كلام هلا بالصين الاسبوع الاماراتي الصيني من اول الاسبوع لين اخره ينبغى العرب وكل ترب الصيني ترحب ضيف البلاد الكبير من سنة 84 بداية العلاقات دولة الامارات العربية المتحدة مع جنتي الصين وسنة 85 حول ما دار عليها من ابتدت العلاقات حيث انها شافت العلاقات وراها ابوية الخير والشيء الزين المجمل من دولة الامارات ونحن بعد نفس الشيء يوم شفنا الايجابية من طرف من دولة الامارات امروا ابوية امرت الصين انها تبى تفتح سفارة في دولة الامارات واشهد انها فتحوا سفارة من سنة 85 ها شوفوا سلام يا الصين سلام كل العبارات ابوية كل الكلام ابوية في الصيني كل ابوية اللوايح والفهايل والارمات على ما قالوا السوريين وهاي كلها ابوي البلاد ما شاء الله تبارك الرحمن ترحب ابوي بالرئيس الصيني كلها ابوي في كل مكان وين ما تصير لنشور الدنيا هاي الكمبيوترات كلها ابوي تلعلع ترحب يقول لك برج خليفه اليوم برج خليفه برج الشيخ خليفه اليوم ما بيباتون سكانه من نشور الصين والموسيقى الخاصه بالصين هذا كل احتفاء وفرحة وضيفان للإمارات الإمارات مبونهم أبوية ما حد ييهم إلا يسوون له أبوية اللي ما استوى في الدنيا العودة حروني يمزح لكم عينا تفضل مثل ما تشوفون كله بس مرحبا هلا والله مليون ولا يسد سنة 1990 هي الشيخ زايد الله يغفر له توجه إلى الصين جمهورية الصين من المرافقين اللي ويا الشيخ زايد يعلح الجنة الشيخ محمد بن راشد المكتوم على الله يحفظه يبارز فيه مد بجلة والشيخ محمد بن زايد على الله يحفظه كان من ضمن المرافقين هو الشيخ سلطان بن زايد ومعالي أحمد خليفة السويدي أحمد خليفة السويدي على الله يحفظه ومد بجلة كلهم كانوا من المرافقين والدكتور مانع بن سعيد العتيبة كلهم أبوي كانوا مرافقين ويا حياة الشيخ زايد يعلى الله يغفر له ويمد بجل إن شاء الله اللي كانوا مرافقين حياة الشيخ زايد كانت زيارة رسمية استقبال يليق بحضرة جنابه يعلى الجنة استقبال مشرف يليق عظمة وهيبة حياة زايد شكله وشيفته تضربك شرات لنفضح من تشوفه عقر بقر شفتوا الادمي بوجر هيبة هاي يوم يقولك هيبة ملك في حياة زايد ما حد شافه إلا بوجر والله ما
منو ماي باجر زايد زايد يا ابوك منو ماي باجر. الناس قالت الناس تسوي لك 600 حساب ما بالك من طاريه ما بالك تشوفه حبل لي يروح انا عني حبل لي باباجر حرام يني يني عقر بقر. وحيات الشيخ زايد يعله الجنة أسس منطلق قوي وقاعدة قوية من هذاك الوقت إلى وقتنا هذا، من هذاك الآن إلى هالآن قاعدة متأسسة بكل ما تملك من قوة خرسانة فولاذية ما تصدق ولا تختلف مع مر الزمان والوقت والعمر كله. هذا اللي خطأ ما يقارب 32 سنة. وقبل 3 سنوات قبل 3 سنين سنة 2015 قام الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي بزيارة تاريخية لجمهورية الصين. قام زيارة تاريخية لجمهورية الصين، وكانت الزيارة التاريخية على الله يحفظكم هذه بناء على توجيهات سمو الشيخ خليفة بن زايد على الله يحفظه ويمد بجله. وكانت زيارة تاريخية ومثمرة، وخالد على الله يحفظه ويمد بجله ويطول بعمره ما كد سار بقعة إلا أتي العلوم الطيبة والأخبار الزينة، وهو اللي الجولات المكوكية اللي تشوفونها في العالم هاي بين كل يوم والثاني كل يوم والثاني، هذا كل لجل رفعة شعب الإمارات والارتقاء بالاسم الإماراتي إلى أعلى القمم. فلذلك تلقط اسم الإماراتي وين ما تصير كلنا ها يتنافض منه شمنه هب من زيد ولا من عبيد ولا ما بموي من اللي يضحون ويمسون يصبحون ويمسون مبخورين برقادهم، هذا كل أبوي رجال الشيوخ على الله يبارك فيهم يتعبون ويشقون من دار لين دير لاجل رفعت واسم نهضة هالبلاد. يا محمد بن زايد الله يطول بعمره ويمد بحياته، ما حد يروم يبذل ربع اللي يبذل من قوة في بناء هالعلاقات القوية. هاي علاقات تعجز عنها كل الإرادات وكل القوة، ما حد يقدر، ما حد يعلى الله يحفظه ويطول بعمره، يعلى الله يحفظه ويطول بعمره أبو خالد اللي هو سوى علاقات نوية هالبلادين كلها. كل أبويا حين يرحب بالإماراتي ما بلجل خاطر زيد وعبيد ولجل هاي يصبحون يرمسون مبخورين، لا، هذا كله بعد جد واجتهاد وتعب وركضة صبح ومساء، هذا كله لجل رفعة هالبلاد ولجل رفعة المواطن الإماراتي. وسمعته وين ما يكون، أول بوادر إنجازات الصداقة والأشياء الزينة المثمرة قامت جمهورية الصين بإعفاء جميع مواطني دولة الإمارات من فيزا المسبقة. يعني ما تحصل، ما بصير تركض العرب الناس اللي من غير يركضون شهور ولا يحصلون هالفيزا، بها حصلوها وبها لا من دول عربية بعد، لكن الإماراتي قمض برج بدون فيزا تحصلها في المطار، وانت وصل ختموا لك ابوي على جوازك ايلس يوم بسك ابوي رد بلادك. وهي جمهورية الصين اليوم الله يبارك فيكم الخميس اليوم زيارته الاولى لدولة الامارات، من الخميس ثلاثة ايام بيشرفنا الرئيس الصيني في هالبلد المضياف، بلد الكرم، بلد ابوي الناس الطيبة، بلد بيشوف عاده، بيشوف اللي ما شافه في اي بلاد في الدنيا العودة، غير في بلاده هي غير في البلاد اللي من غيرها ما خص لا بلاد زيد ولا بلاد عبيد، لكن بيشوف ابوي اللي ما شافه في اي بلاد. هذه بارك الله فيكم الزيارة الاولى من 29 سنة لرئيس صيني لدولة الامارات. وبالبروتوكول الصيني عندهم او الدول العظمى بما معناه من بعد انتخاب الرئيس اول زيارة يقوم بها للبلد اللي يبي يزورها، هاي يدل على قوة ومتانة العلاقة السياسية والتجارية العلاقات. فلذلك دولة الامارات اول بلد يزورها من بعد اعادة انتخابه
من بعد ما انتخبوه حين المرة الثانية هاي أول بلد يزورها، معنات إن دولة الإمارات في مصاف الدول اللي الصين حاطتها في رأسها، تبت قوي علاقات، معنات الإمارات من أهم الدول بالنسبة للصين، بالنسبة للصين من أهم الدول اللي حاطتها في بالها، تبى تربط العلاقات أكثر عن قبل، دبلات الدبلات تبى تقوي العلاقة من قبل، العلاقات قوية غير الحين أبوي زادوها زيادة بعد. وصلنا بارك الله فيكم دبي الغالية، هذه أبوي دبي، وصلنا بحفظ الله ورعايته. محسن أنت ما تحلم، أنت في الحقيقة، أنت حقيقة، لا تحرى عمرك تحلم. أنا عارفة تروح عمري أحلم. خلاص أحسوها صدق لحد بمشي من دبي. تبارك الرحمن، ما شاء الله خير الرازقين، يا الله يتمم علينا على خير يا رب العالمين. مساكم الله بالخير أو صبحكم الله بالخير حسب الوقت اللي عندكم. هذه الرسالة موجهة خاصة لأخوي وحبيبي وصديقي، صديق عمري، خالد الخالدي من الإمارات، من أبوظبي بالتحديد. ألف ألف مبروك زواج وليدك، عسى الله يتمم عليه إن شاء الله بالعفو والعافية ويرزقكم إن شاء الله الذرية الصالحة. وألف مبروك للحاضرين كلهم، وألف مبروك للي شاركوا وساهموا في إحياء هذا الحفل عشان فرحة أخونا خالد الغالي. عسى الله يحفظك إن شاء الله ويتمم عليك، وإن شاء الله كلنا ندعي لك وندعي لوليدك، عسى الله يتمم عليه بالصحة والعافية والرزق الوفير والذرية الصالحة يا رب العالمين. أمناكم الله. شكرا يا سليمان القصار، شكرا يا الحبيب، شكرا يا الطيب، شكرا يا الفنان، شكرا يا ليودي، شكرا يا طويل الربع، شكرا يا الحشيم، شكرا يا الكريم، يا على الله يحفظك ويحفظ دارك ييت وتنتيت منها، الله يحفظك ويحفظ دارك ويحفظ شيوخه ويحفظ كل من سكن وتدير وظهر وكل وشرب وطاف في الأجواء الكويتية. بارك الله فيك، وشكرا على هالكلام الطيب اللي ما يظهر إلا من ناس ظاهرين من أرض طيبة ومن متنتخين من بقعة ما شيء شراته، يعني الله يحفظ في بلادكم الأمن والأمان، ويحفظ الأمير وذريته وإخوانه وخواته وبناته وكل ذكر وكل أنثى في الكويت يا رب، والشعب الكويتي الصغير قبل العود الله يحفظه. شكرا ثم شكرا ثم شكرا ثم شكرا ثم شكرا، لو بقول شكرا بشكرا بشكرا من أبوظبي لين دبي، لو بقول شكرا بشكرا من أبوظبي بوي لين تقوم ناقة صالح، ما بروم أوفيك ربع اللي تستاهل يا أبو طناف. صوت الإمارات الأول، المطرب والملحن والشاعر أبو طناف عيضة المنهالي، يعلى الله يحفظه ويطول بعمره، يتنا من عنده هدية، يتنا من عنده هدية تسوى الدنيا وما حاش حوشها، يتنا من عنده هدية على غفلة تسوى الدنيا وامهاته، يتنا من عنده هدية تسوى نوم العين، يعلى الله يحفظك يا عيضة ويطرح البركة في ذريتك ويسلم لك أميمك وهلك وعيالك وحبائك وصدقانك ومن تحب وتود وتعز في ظل هالحكومة الرشيدة الغالية، ويحفظك على هالهدية الفنان اللي يتنا عيضة، الله يحفظكم أبو طناف الوافي، عيضة أبو طناف الله يحفظكم اللي محد شراته. فاجأنا بهدية، المفاجأة سوى زفت ولديها أحمد من عنده هدية قال من خاطري الكوياس نسوي لها ومزهبها من زمان، يا غير ما بغينا نخبرك، خفنا انك انت تخبر بالهدية هاي ونحن ما نبقى حد يدري بها، نحن حبيناك انت وحبينا ولدت من محبك انت، ويعلى الله يفرحك يا عيضة. فلذلك ويطرش ابوية غنية الزفة اللي بكرة ان شاء الله بتنحط في صالة المؤتمرات في الخبيصي في مدينة العين مصيف ابو ظبي الاول، عن الزفة يعلى الله يحفظكم، زفة ولدنا احمد، زفة ولدنا احمد يعلى الله يحفظه ان شاء الله ويتمم عليه على كل خير ان شاء الله، ان زفت ابوي بيايتنها هدية من عند الفنان ومطرب وصوت الامارات الدافي الاول اللي بلا منازع
ايضا من هالي وطن ناف. فكل الشكر لك والتقدير. لو قلت لك بشكرك عدد بشكرك يا ابوك عدد الشقق اللي في دبي، ولو بشكرك عدد رمل الظفره، ولو بشكرك ابوي عدد من نش ويلس، بعدني ما بوفيك ربع قدرك على هالمفاجأة. ويعلى الله يفرحك مثل ما أفرحتنا، ويعلى الله يتمم عليك ويوفجك لما يحب ويرضى في خدمة هالبلد الطيب، لأنك أنت إنسان طيب وطالع من أرض طيبة. إنسان اللي طالع من أرض طيبة هذا أبوي سلكهم هالدار، ما يسوون إلا كل شيء طيب. جزاك الله خير، ما قصرت على هالهدية اللي لا تقدر بثمن. الله يبارك فيك ويحافظك. زين تراك انت ما تحلم، هذه دبي اكيد، هاي اللي تشوفن هاي دبي. انا مصور عشان اصدق الحلم. هاي ترى ابوي دبي، هاي اللي تشوفه هاي كله ما بحلم، هاي كله واقع. ده حقيقه، هذا واقع وليس بخيال. حاجه اللي في النص ده، اللي في النص ده اعيا حاجه اعلى حاجه عالش لسانك. هطلع فوق وامتحن هالكود دار بعين ما شافك. وليش محسن تعلش لسانك؟ بالنسبة للعرس اللي ما ياهم أبوي كرت مرحبا بهم، اللي يكرت وما يرت بطاقة الدخول بعد مرحبا بهم. الحاضر يعلم الغايب، لا تقولوا ما حد قال لكم ما يانا كرت ولا يانا كرت. أبوي ليه حيد عمر نعرفه ويعرفنا والله مليون مرحبا، وليه بي يعني ما حب يقول رد بوينيت. الناس كلها خير وبركة وما عندنا نحن تفرقة، نحن هاليتنا الله يحفظكم كل هالإمارات، نحن أهلنا وليه بينا والله مليون مرحبا. أبوه سهلة العرس ابوي في صالة الخبيصي في العين ارض المعارض، ما هب ارض المعارض اسمه لها اسم غير ما اعرفه عاد شو اللي هي صالة الخبيصي. والعرس ابوي في صالة الخبيصي مليون مرحبا. الى تستعلثون والله البطاقة يومية ما فيها هذا مال الدخول، ولا حد يأتي بطاقة وحد ما يأتي بطاقة. اللي ما يأتي بطاقة يقرب، شو المشكلة يعني؟ حبي يوصل عند حبي يقول لتي ما يأتي بطاقة اكيد نسينا ولا انشغلنا ولا تخادينا، ونحن ابوي لنا فريق ما نروم ابوي نحصي امة لا اله الا الله. ولو حبي واحد كان ارضيته، لكن الحمد لله صدقان ابوي كثرة مازلين السعر والوعر. اللهم لك الحمد من داخل البلاد وخارجها، حتى ابوي من من منصور يعني الله يحفظهم باركوا، ومن اخر الدنيا ومن شرق الغرب ومن شرق الارض مغربها يعني الله يبارك. وشكرا للي ما رديت عليه يسامحني، لان المسجات وايد ساعتها طرت صنم هل بسوي هالنمونه اطر شيء يعني، بس خلاص عباره الله يبارك لك. شوف اسوي ما برم الله يبارك الله بارك الله مارو، بس شكرا وبارك الله فيكم مشكورين. وصلنا ابوي هاي البوابه اللي ضالين وقف عندها ولا هاي غلط صح من هناك هاي هاي. وصلنا دبي مول، هنا هاي البوابه عندها شنط مال حريم هاي. والله شفتوا صدفه حسين هاي هذه؟ لا والله صدفه، اه صدفه حقي انا فنانة. لا والله احنا بعد يعني انتم اللي اللي براس الخيمه صح؟ أيه والله مليون مرحبا بكم يا رب. انتم وين اخذنا هاي الذهبيه؟ والله من العرس العرس اعطوني اياها. هذه انا اللي عندي هاي بيضه. والله شيء الحين ذهبي؟ اي والله فيه والله. اي والله انا لابس الابيض. انت شو لابس اي وحده؟ الابيض العاديه. ايوه والله مرحبا. تعرفه هذا؟ هذا والله هذا محسن من مصر جمهوريه مصر. هذا هاي يلعب جمباز. اي ما شاء الله جايبين حق لعب الجمباز ثلاث ايام عنده دوره هنا في الامارات وبيرد ما شاء الله. اي والله في السيرك، في السيرك اي والله يشتغل في السيرك. حالكم حبيبي؟ كيف انتم؟ الله يسلم حبيبي. شو هالك كل شيء زين؟ الحمد لله كله تمام. وايد استانس اشوفكم هاك اليوم ببشوتي تلاقينا. اي زين زين شايف الخاطر خطركم؟ لا مشكور والله ما قصرتم. نتعشى مع بعض شو رايكم؟ الله يخليك والله، بس عندنا لازم نصير فوق بعد ان شاء الله، بس المره الجايه ان شاء الله حبيبي. الله الله في اعماركم ان شاء الله. السلام حبيبي. ما لا لا خليتكم ف ان شاء الله. على طاري السيديات، ترى السيدي مال اغنيه عيضه الاغنيه مدتها 10 دقائق، ويتوزع ابوي السيدي بعد ما تتم الزفه ان شاء الله بكره او اثناء الزفه، بتتوزع الاغنيه اغنيه عيضه على كل الحضور ان شاء الله اذا الله جعل في العمر بده. كل اللي موجودين بيحصلون زي شو اسوي. ايش حالك؟ الله يسلم. كيف انت؟ الله يسلم.
ايش حالك الله يبارك فيك؟ من حضرك الله يسلم. حمدان مرزوق. والله ونعم حمدان، كيف حالك؟ يا ربي حمدان وايد تدوخ سيجاره انت. وايد اتابعك. وتدوخ سيجاره وايد. تفوتخ سيجاره ريج. اخبرك ليش؟ لانك وايد يا اخي في الشعبي ها؟ ايه؟ تتكلم وهذا، نحن بعد في الشعبي ندوخ. كيف حالك؟ الله يسلمك اخوي. كثر ما منوره. ما شاء الله ما شاء الله. انت ابو زعابي؟ ابو زعابي. وانت؟ ابو خريسي. انت من ريايسه. هي هي صح. هي ما شاء الله عليك. شكا انت والله العسل. فحين ما يندرى بس موضوع السيديات رمست عنه وقفون صغاري هاي المادي هل انه صار ولا ما صار، ما فيه اي سجلب. فلذلك السيديات بيتوزعن ان شاء الله على المعازيم كلهم كلهم ابوي اللي بيحضرون كلنا ابوي بياخذ سي دي بغلاثه بعلمه وخبره. هذا هديه ابوي من عند عيضة فن صوت الإمارات الأول وفنان الإمارات الأول وهدي من المعاريس. تعرفون شو اللي يجذب العرب كلها لدبي مول دون عن دون عن كل المولات الموجودة في دبي؟ كل شخص أيا كانت شخصيته فئته عمره سنه طوله متنه يروم يلقط ضالته في دبي. كل شيء يبال ياهله لبنيلها العود صغير حتى لي عنده انفصام في الشخصيه يقدر يتكيف في هالبلاد. هاي بلاد طولها طول عرضها عرض، كل شيء موجود. حتى قلت لكم اللي عنده انفصام شخصيه بيعيبه دبيمون، لان في قسم حق من عندهم انفصام في الشخصيه، قسم للي يحلمونهم يمشون، قسم المدحب، قسم حق العاجل، قسم حق العالم، قسم حق المدحوب. يعني كل إنسان أبوي روم يتكيف ويكيف نفسه في دبيمون، كل شيء موجود في دبيمون. فلذلك تلقط العالم كلها تي من شرق الدنيا وغربها ويلقطون ضالتهم في هالمكان الفسيح اللي طوله طول وعرض عرض. بغيت الجو البري البحري الهوايات الصيد، بغيت يعني سيلمة خياط خيايط كنادير قاصر عليهم يردون بس الماضي. الماضي الماضي على هولم حد، لا هذا لا الموت حد يروم يوده ولا الماضي حد يروم يعيده. يعني كنت قدامك طريقة يعني حية. صمم أبوي هالمبنى منذ النشأة جزاه الله خير، بارك الله فيك يا عمار على هالإنشاء وهالتصميم، وبارك الله في اللي صمم واللي صور واللي عدل واللي سوى الدنيا واللي وزع واللي سوى الدنيا حتى اللي يمثثوا ويخممون. على الله يبارك. والحمام ما تقولكم يا ابوكم ما محسن يقول انضف من بريتنيا. قلت لي يا ابوك هاي ابوي دبي شو تحر انت؟ ها محسن ايه رايك؟ ها؟ حسن لما قلت لعلي خلي خالد يوديني الامارات علي مش هينفع تسافر. اوكي ممكن تعول حتى علي صوتك. علي مش هينفع تسافر. بقول له ليه يعني؟ عايز سجل تجاري وبطاقه ضريبيه وامن الدوله وتروح مش عارف الامن القومي. قلت له انت مسافر رأفت الهجان سافر اسبوع واجي رأفت الهجان يعني على سهل اللي هو جاسوس يعني. ايه تقول ايه انت مش اروح امن الدوله ليه يعني؟ يا الله الحين بيموت ما يموت الله يرحمه الله هل فهنا وشيف الله حلوة تحفة من قبل ما منافق أنا هاي ابن محسن خليه ياكل أبوي من البغلاوة من طعمه منها هو خربة 16 أنا شيء طبيعي. ها هاي طاولة فيه أنا ما عندي شيء ماء طالب قهوة. على طاري بكرة العرس وعدتنا فنانة انهبتينا وقالت أبوي هذا مذهب مني حق أخوي خالد أبو محمد حضر عرس. قلنا لها والله مليون مرحبا بك وانت رياها باكر إن شاء الله اللي باكر منكم بيحضر بيعرف فهيمني من مطرب من بربربربر شو ما بربر من مطربات الامارات على الله يحفظها. وان شاء الله انت ترى تشريف فباكر خبرتنا البنيات رواعي الدمام
مثل الله الله فيها هاي بنتنا ومنا وفينا يعني ونبل إجادة الشيء نبطار يرمح رمح بكرة فالها طيب إن شاء الله باكر بنعرف أنا على فكرة باكر قلت لها بصور وياها وبنرمس ونصور شويونا خلف الكواليس. شكرا جزيلا حبيبي بارك الله فيك وشكرا على هالضيافة حبيبي الله الله يسلمك شكرا. من انت شو اسمك انت؟ انا استاذ ابراهيم معك. مرحبا استاذ ابراهيم معك؟ ما ينفعش ابراهيم بس لا حبيبي نورتنا. يعني من يصدق انك انت مصري وهذا مصري؟ هذا مصري ترى. منين؟ من مصر. من التراب تراب الغفية انتوا والله كلكم دمكم خفيف يا المصارى ونحن عشاقكم. الله يبارك فيك يحفظك يخليك ان شاء الله. شكرا شكرا على الضيافه. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا شكرا. هذه تعرهم ذرة يبونهم الناس يجيبهم ها. سوي لهم سبب ودرون هاليتهم بلادينهم ويونكم هني كلهم وراكم انتم ورا هالامور. What's his name? Greece. Greece. غرب الله تقريس ها. كم غريس؟ كم مثلي؟ سفرتي والله تقري كيمي كيمي يوصل هلو يا الله يقرب الابو انتوش اللي ما طريبان ما قرب الله تبوك يا الله يا الله ما حليل ما طريبان قرب الله تبوك احسن ايه رايك اكيد حاجة تحفة طبعا هذا الحين انت وراك برج خليفة ها اعلى قمم العالم ولا اعلى برج ولا اوطى قمم في العالم لا لا مكرم يا محسن الله يكرمك يعني الانسان شوي شوي يتعلم كنت ايش مناك لك الحمد لله الحين زين هنا ابو ظبي وقلنا دبي كمان الامارات 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 كلها فنانة شوف الاماكن شوي اكلها ابوي فنادق وكافيهات ومطاعم وبنايات اشياء جميله شوف هالعالم من جميع انحاء العالم شوف هاللي تشوف الاوروبيين والناس الاجانب هذا يحوشون شغل سنه كامله لاجل زياره دبي زي بالضبط شوف. ها شوف يحوشون شغل تحويشه سنه كامله مخصوص عشان يتفسحون او يفسفسون في دبي ما انا كنت احوش 100 جنيه بعدك وضيفتي احوش 100 جنيه صرفت كلها في ساعتها جيت سخينا ارب الله بيكابو بيكابو هاي 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 يا الله يا الله هو يصور ما 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 يصور ما
الله حان دوبها من دوب. والله مليون مرحبا مليون مرحبا بضيفان البلاد مليون مرحبا بالصين ومن يمنها مليون مرحبا بكم من سرت ولين جيت بلادكم الثاني الإمارات العربية المتحدة مرحبا برئيسها ووزيرها وشيخها وشعبها شرفت الإمارات مليون مرحبا والله مليون مرحبا في ذمتي مليون مرحبا وليس الدن بضيوف أبو خليفة مليون مرحبا مليون مرحبا والله وليس الدن بضيوف شعب دولة الإمارات ألف مرحبا مليون مرحبا وليس الدن بعد. يا الله يا رب تسعدكم يا حكامنا يا الله يا رب تسعدكم مثل ما انتم مسعدين هالعرب كلها هاي الابتسام اللي تشوفونها على وجوه العالم كلها وعنوتم وييتم اناستم كم يسوى اناستم في هالمكان كم يسوى اناستم فرحتم شوف هالشيء هالابداع اللي ما يوجد الا في دولة الامارات وفي دبي بالتحديد يا الله يا رب تحفظها بالدار تعزها إن شاء الله دب الحيار يا رك الله يا ابو نورة شوف الأمم يسوى كم هالأناسة شوف العالم يسوى كم أناستهم هذا كله في ميزان حسناتكم نعم كله في ميزان حسنات ولاة أمرنا هم بأمرهم استوى هالشيء كله بسياستهم وبطيبتهم هم يابت اللوادم هاي كلها من بلدانهم إلا بوي الأمن والأمان ولا يابهم ياب أمة لا إله إلا الله كل هالأمم يت لجل الأمن والأمان والراحة والاستقرار مرة الأمور طيبة وين ما تجبل من حرمة من ريال كل زين وكل قاوي وكل فنان يا رك الله يا ابو نورة ما يدانون حد يزخم يغسل الله تصبوع هاي يوم يقولك اتفر حصاه تجت الألف يقصدون أبوي دبيمون يوم يقولك اتفر حصاه تجت الألف في هالمكان هذا المكان اللي يطرونه يوم يقول تفر حصاة تجت الألف آدمي في هالمكان اللهم زد وبارك يا رب العالمين كتير ما كان زي كده ما جبنيش معك تاني ليش؟ كده بس اني في الكشك ده مش عايز زي كده هتصدم مش عارف انزل البلد يا جدعان نزلت عبد العاد في المطار هذا 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 القسم الجديد باين مبين قلت لك انا قسم قديم باين مبين بقى يا الله يحفظكم بنكون في ضيافة محمد بن ياسر بن خدي في هالمطعم محمد بن ياسر بن خدي عازمنا في هالمطعم ها اللي تشوفونه ها هذا أول هذا ضيف الشرف والخالي سلام عليك يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا أبو محمد ياسر بن محمد بن خدي شحالك لا خليت منك نحن اليوم في ضيافة منو بالله عليك يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على محمد بن ياسر والله والنعم مشكور يا محمد بن ياسر على هالعزيمة الفنانة شكرا حبيبي يا الله يبلغ في معرس ان شاء الله الله يطول عمرك تبرح بعيالك ان شاء الله امين وعيالنا ان شاء الله يا محمد بن ياسر محمد بن ياسر شكرا جزيلا
على حسن الضيافة. شكرا جزيلا حبيبي. انزين انزين صبر انت شو اسمك الحين بالكامل؟ محمد محمد بن ياسر الفهيم بن خدية. ما يستوي حبيبي. لا ما يستوي. والنعم الفهيم. النعم الفهيم. هي بخوالي خوالي من قبل الفهيم. وعمومك من وين؟ قبل خدية. لا بس هذا يستوي. يستوي مكس. هي مشكورين يا ابو محمد. ان شاء الله في عرسه. الله يطول. الله يحفظكم حبيبي. بعد الحبة. مشكورين يا ابو محمد. مشكورين حبيبي. الله يحفظك. الله يخليك. والله ما فيك بحيله يا محسن. لا دوري لا دوري بقى مره واحده. لا دوري مش اي حد يعني. الله يرحم. الله يرحم. احنا كنا فين قبل شويه؟ لا دوري مش سامعك. لا دوري. ايه لا دوري. قول لا دوري. لا دوري. لا لا دوري. لا دوري. مش عارف اقولها يعني. ما ريدت تشيلها انت من حياتكم. حطي بلا حاجه تقول لا دوري. زين هو يقولها بالفرنسي صح؟ لا دوري. ايوه بالفرنسي. انت عارف طول عمري فرنسي. بالفرنسي. منور يا محسن. منور. نورك ابو محمد. زيك؟ تمام الحمد لله. انت مبسوط؟ اكيد مبسوط طبعا عشان معاك. يا ربي ما كذبك. لا ليه يعني انا انت عارف انا بكذب. كبرت كذاب. طيب ربنا يسامحك. شوف الساعة كم الحين؟ قريب توصل الساعة واحدة. قريب توصل الساعة واحدة ولا باب مسكر. كلها البيوت مشرعة. شو البيوت قاعد؟ كلها البيوت مشرعة. ولا باب من هالبيوت بيوت هالعوائل مقفل. شو السبب؟ الأم وين شي بلاد حب ويكم مجلوبة. حب ويدكم مجلوبة. حب ويدكم مجلوبة. لكوا 600 وديه من تصبحون لين تمسون. والله يبوكم يا حالة العرب اللي مغير. ينهم زايقين حتى على عمارهم. زايقين على حياتهم. زايقين على حلالهم. زايقين على عيالهم. زايقين على كل شيء. يصبحون ويمسون مقفلين. بها يحيون وبها يموتون. ونحن اللهم لك الحمد. نحن بنعمة. اللهم دمها نعمة فضلها من سواء.